بسم الله. من الحاجات المميزة في النفس وركس ان هو بتقدر تشوف المشروع بطرق سهلة جدا وتلاقيه خفيف معاك اثناء الشغل، فانت ممكن من خلال البكرة بتاعة الماوس تقرب وتبعد زي ما انت عايز. طيب، في بعض العناصر هنا موجودة انا مش عايزها، تمام؟ دي عبارة عن ماس، فبعمل سيلكت عليهم ومن خلال الكنترول بقدر اعمل سيلكت على كل العناصر ديت واقول له من هوم فيزيبيليتي، بقول له هايد فبيخفي لي العناصر ديت. لو عايز اظهرهم بقول له ان هايد اول فيظهرهم لي تاني. ممكن من خلال المكعب دوت ان انا ابدا اشوف المبنى من اكثر من اتجاه بسهوله جدا. وهنا بلاقي بعض الادوات اللي بتساعدني. الادوات دي تعتبر هي نفس الادوات اللي موجوده في الريفت، واغلب البرامج الهندسيه زي الاوربت بتحدد نقطه وبتلف حواليها، سنتر بتحدد نقطة تبقى السنتر، وممكن تقول ووك تبدأ كأنك انت ماشي في قلب المبنى بالشكل دوت. وتقدر تستخدم زرار اب وداون عشان تقرب وتبعد، تظبط الارتفاع بتاعك، ومن علامة الزائد تزود السرعة بتاعتك بالشكل دوت. تقدر تقول له ريويند بيجيب لك كل الفيوهات اللي عدت عليك من شوية عشان تختار اني فيو او اني شكل اللي انت حاسس ان هو مفهوم اكتر. اب داون بتبدا تطلع وتنزل زي ما انت عايز، وهنا البيان بتمسك المبنى وتحركه بالشكل دوت. زوم بتعمل زوم على اي جزء انت عايزه، وليكن مثلا الجزء دوت فبيبدا يعمل عليه زوم. اوربت لوك اراوند كانك انت واقف وبص حواليك، لوك اراوند واحد واقف في نفس المكان ثابت بس بيبص يمين وشمال مستني الاتوبيس. هنا الووك بتبدا تمشي بالشكل دوت. ده تبدا تعمل سيلكت على اي جزء انت عايزه. طيب، لو انت الجريد ده مضايقك تروح هنا الفيو هتلاقي شو جريد، فبيبدا يظهر لك الجريد وتقدر تختار اني لو ممكن يكون فيه اكتر من مبنى، تختار اني مبنى فيهم اللي انت عايز الجريد بتاعه تظهر، وتقدر تقول له انا عايز اطلع بكل الجريدات مثلا، او انا عايز اعمل اطلع بالجريد اللي فوق تحت، عايز اشوف الدور اللي فوقيه الدور اللي تحتيه، تطلع جريد وتنزله بالشكل دوت.